بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، هذه هي المحاضرة الثانية في سلسلة المحاضرات المتعلقة بتصميم الأعمدة الدوارة. محاضرة اليوم ستكون تطبيقية عملية بالإضافة إلى الإطار النظري اللي احنا هنستدعي جزء منه من المحاضرة الماضية ونستكمل جزء جديد في هذه المحاضرة. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الشافت ديزاين في مراحله التصميمية سيمر بهذه المراحل الأربعة في هذه المحاضرة. المرحلة الأولى هو تحليل الإجهادات وإيجاد ردود الأفعال عند المثبتات. تحليل الإجهادات force analysis وإيجاد ردود الأفعال عند المثبتات reactions at supports. دي الستيب نمبر 1. ستيب نمبر 2، هنحاول نجيب بعد لما نجيب ردود الافعال، هنحاول نجيب اين موقع الماكسيمم بيندنج مومنت فاليو، وهنشوف هنجيبها ازاي. وبالقطع هنحاول نجيبها في مستويين زي ما هيتضح اليوم. بالاضافه لقيمه الماكسيمم بيندنج مومنت هنحاول نجيب قيمه التورك على عمود الدوران، الروتيشنال تورك اللي هو ايه عزم الدوران، والماكسيمم بيندنج مومنت اللي هو ايه عزم الثانية الاقصى. الخطوة الثالثة ستيب نمبر 3، هنحاول نحصل على البرنسيبال ستريسز اللي احنا ركزنا فيها المحاضرة الماضية وقلنا اهميتها بتنبع من وجود سيجما وتاو. في وجود سيجما وتاو على ذات القطاع بحتاج ان انا اتعرف على الاجهاد الاقصى. نوعه ايه الاجهاد الاقصى؟ سنراه في principal stresses سيجما 1 وسيجما 2 وماكسيمم شير ستريس تاو ماكسيمم. الخطوة الأخيرة هي القدرة على إيجاد قطر مبدئي ستاندرد للعمود، preliminary minimum standard shaft diameter، وبالقطع يكون آمنا من الانهيار كما سنرى اليوم الانهيار الاستاتيكي. يلا بينا ناخد التمرين ده اللي قدامكم. ده الدريل اللي نزل لك من يومين ثلاثة وقلت لك انتظر وترقب المحاضرة علشان تعرف تحله، واديتك في الدريل ده قيمة الاف بي فاليو متغيرة من طالب إلى آخر، حتى القيمة اللي أنا حاططها هنا مش موجودة عند أي طالب. تعال بينا نفرض أن قيمة القوة اف بي التي تؤثر على هذا الترس، أنا عندي ترس صغير بينيون ترس كبير جير وموجودين على عمود دوران روتيتنج شافت ومتثبتين ب تو سبورتس او وسي. التو سبورتس دول ممكن يبقوا انتي فريكشن بيرنج، ممكن يبقوا جورنال بيرنج، ات دازنت ماتر، ولكن التمثيل بتاعهم في تحليل الاجهادات هم سيمبلي سبورتد. سيمبلي سبورتد. طيب الاف بي دي مديها لي بكام؟ 5.5 كيلو نيوتن. انا محتاج اعمل ايه في خطوه الفورس اناليسيز وايجاد ردود الافعال؟ في خطوه تحليل الاجهادات عايز احلل الاف بي الى مركبه اف بي تانجنت في هذا الاتجاه اي مماسه للترس، واف بي راديال اي قطريه عموديه على الترس، وكذلك للترس الاخر هحلل الاف اي الى اف اي تانجنت واف اي راديال. زي ما مكتوب قدامك هنا احسب الاف اي تانجنت والاف اي راديال، الاف بي تانجنت والاف بي راديال، ثم ارسم القوى المحلله في مستويين، مستوى زد واي ومستوى زد اكس زي ما هنشوف بالتفصيل وبالارقام، ثم احصل على ردود الافعال في كل من المستويين. تعال بينا نشوف. أنا دلوقتي لو هحلل القوة اف بي هحللها كوزاين 20، اف بي كوزاين 20 تديني اف بي تانجنت،
وإف بي ساين 20 تديني إف بي راديال. كذلك الإف إيه لها مركبتين إف إيه كوزين وإف إيه ساين. الساين هتديني الراديال والكوزين هتديني التانجن. عايزك تلاحظ هنا الاتجاهات. اتجاه الإف راديال سيكون إلى الأسفل لكلا القوتين أو لكلا المركبتين. يبقى both components هيبقوا في هذا الاتجاه من الأعلى إلى الأسفل from up to down. وإذا افترضنا أن ده المحور Y وأن الموجب بتاع Y إلى الأعلى فكأن المركبتين دول في اتجاه Y إلى الأسفل في negative direction. طيب بالنسبة للtangent component هنلاحظ ان التانجنت كومبوننت بتوازي المحور اكس. ملاحظه هامه، التانجنت كومبوننت اف بي تانجنت عند الترس بي هتبقى في اتجاه موجب اذا افترضنا الموجب بتاع اكس في هذا الاتجاه، بينما الاف اي تانجنت هتبقى في الاتجاه السالب. دي ملاحظات هامه جدا. طيب تعال بينا نعمل العلاقات الرياضيه الداله على ذلك. اف بي تانجنت قلنا بتساوي اف بي كوزين 20 عوض تطلع ب 5168 نيوتن. اف بي راديال اف بي ساين 20 عوض عن اف بي ب 5.5 وبالكالكوليتور تطلع 1881 نيوتن. طيب في ملحوظه هامه للغايه، عزم الدوران لهذا الترس كيف يحسب؟ يحسب بضرب المركبة المماسة فقط في نصف قطر الترس. يبقى اف بي تانجنت في الراديوس بتاع الجير بي ده بيديني التورك. بما ان التورك على هذا العمود قيمته ثابتة لا تتغير فاذا الاف بي تانجنت في الراديوس هتساوي الاف بي الاف اي تانجنت في الراديوس بتاعها اللي هو 300. يبقى كأن اف اي تانجنت في 300 بتساوي اف بي تانجنت في 150. نقدر نقول ان الاف اي تانجنت نص قيمه الاف بي تانجنت. تعال بينا نشوف الكلام ده بالارقام. التورك بيساوي الاف بي تانجنت اهي استدعيناها مضروبه في الراديوس بتاع الجير بي الاف بي تانجنت في ار بي طلع الرقم ده. الرقم ده هنساويه بايه؟ هنساويه باف اي تانجنت في الريديوس بتاعه. الاف اي تانجنت مجهوله عايز اجيبها انما الريديوس بتاعها معلوم. يبقى لو قسمت التورك على 300 اللي هو الريديوس بتاع الجير اي احصل على الاف اي تانجنت طلعت بهذا الرقم. الاف اي تانجنت منها اقدر اجيب الاف اي علشان من خلال الاف اي اجيب الاف اي راديال او مباشره الاف اي راديال بتساوي اف اي تانجنت تان 20. يبقى ممكن تلف اللفه دي وممكن على طول الاف اي راديال بتساوي الاف اي تانجنت اللي انت حسبتها تان 20 تطلع بنفس الرقم. يبقى المستطيل ده بيوضح لي ان انا قدرت اجاوب على السؤال الاول والسؤال الثاني. يبقى ديت المركبات بعد تحليل القوى على الترسين A و B طلعت لي المركبات المماسة التانجنت كومبوننتس والمركبات القطرية الراديال كومبوننت. بعد ذلك تعال بينا نعمل إسقاط لهذه المركبات وهذه القوى في مستويين. شايف معايا المستوى اللي هو شكله أرضي ده كأني أنا لو بصيت من الأعلى إلى الأسفل كأني ببص على الفلور. ماشي ببص على الفلور. الفلور ده في محورين الزد والاكس. ايه القوه اللي القوه التي تقع عند هذا المستوى في الاسقاط؟ الاف اي تانجنت وفي اتجاه نيجاتيف لاتجاه اكس والاف بي تانجنت وفي اتجاه بوزيتيف لاتجاه الاكس. طيب عندنا مستوى تاني زي مستوى الحائط، زي ما يكون ده ايه مستوى الحائط كان يبص على الحائط. ماشي يبقى عندي فلور وعندي وول. المستوى بتاع الحائط الوول لما ابص عنده اعمل احاول ان انا اعمل زي اسقاط بروجكشن فهلاقي ايه؟ هلاقي
الراديال كومبوننت بتاعت بي والراديال كومبوننت بتاعت ايه كلاهما الى الاسفل في الاتجاه المعاكس لاتجاه المحور واي، محور واي بوزيتيف الى الاعلى وهما الى الاسفل. والسبورتس اماكنهم والمسافات جيفن. اروح رايح عامل الرسمه الاولانيه دي اللي بتعبر عن المستوى زد اكس ومعانا اف اي تانجنت في اتجاه اكس نيجاتيف، اف بي تانجنت في اتجاه الاكس البوزيتيف. ماشي يا جماعه؟ طبعا تقدر تبص وترجع للكلام ده تاني. ادي اف بي تانجنت في الاتجاه البوزيتيف اهو، اف اي تانجنت في الاتجاه النيجاتيف. ماشي؟ يبقى ده اللي احنا عملناه. المسافات دي معطاه، القيم دي لسه حاسبينها قبل كده في المستطيل اللي احنا عملناه، نعوض عنهم ونبتدي نجيب ردود الافعال سي اكس واو اكس عند السبورت سي والسبورت او. ايه اللي خلاني احط سي اكس في الاتجاه ده وايه اللي خلاني احط او اكس في الاتجاه ده؟ ده من خبرات الحل ومن التوقع. لما يكون عندك قوه الى الاعلى جنب السبورت تتوقع ان رد فعل السبورت هيكون الى الاسفل. علشان يعمل ايه؟ علشان يعمل الكوليبريم. طيب لو افترضت جدلا ان انا حطيت الاتجاه بتاعي كده وبعدين طلع غلط، اعرف منين انه طلع غلط او طلع صح؟ هنشوف دلوقتي من الحسابات. اول خطوه هعملها هاخد العزوم حوالين النقطه دي، هي نقطه او سبورت او. المفروض ما يلفش العمود في حوالين السبورت او لانه اندر اكوليبريم. يبقى سيجما المومنت حوالين الاو بتساوي صفر. يبقى السي اكس ضرب 1050 اللي هو مجموعه 300 و350 و400 بتلف في الاتجاه بتاع عقارب الساعة. طيب انا اقول سي اكس 1050، الاتجاه الاخر اللي هو اتجاه عكس عقارب الساعة، احنا بنتكلم بيندنج دلوقتي يا جماعة، اتجاه عكس عقارب الساعة ده هيبقى في اتجاه مخالف لده. فلو خدت ده بإشارة موجبة، ودايما اخد اتجاه الدوران الخاص برد الفعل اللي انا عايزه موجب، وما عداه اخده بإشارة تابعا له. فاذا كان بيلف في ذات الاتجاه يبقى موجب، واذا كان بيلف في عكس الاتجاه يبقى سالب، طبعا في السايد بتاع المعادله اللي موجود فيها رد الفعل. يبقى سي اكس نيجاتيف 5168 ضرب 750 بلس. بلس ليه؟ لان ده بيلف في نفس اتجاه سي اكس اهو، ماشي، حوالين سبورت او. 2750 في 400 بتساوي صفر، على طول مجهول هو سي اكس، طلع سي اكس. وفعلا لو طلع لك سي اكس اشارته موجبه يبقى الاقتراح بتاع الاتجاه بتاعك صحيح، او طلع الاشاره موجبه يبقى الاتجاه صحيح. هنعمل نفس الكلام ده سيجما المومنت عند سي بنفس الطريقه. يبقى او اكس في 1050 ناقص، ليه ناقص؟ عكس الاتجاه بتلف، عكس اتجاه او اكس. 2750 في 650 زائد 5168 في 300، المعادله مكتوبه قدامك، يطلع لي قيمه الاو اكس. اوعى تخلص عند هنا وتقول خلاص انا متاكد ان القيم دي صحيحه، لازم تعمل تشيك. تعمل تشيك سيجما الفورسز في اتجاه الاكس بتساوي صفر، اللي طالع لازم يساوي القوى اللي في عكس الاتجاه. لما تعمل الكلام ده وتتحقق منه يبقى انت كده تنتقل الى الخطوه التاليه. اياك ان تنتقل الى الخطوه التاليه متعجلا، لازم تستوثق، لان هذه الارقام سيبنى عليها خطوات تاليه ومجهود سيبذل. اذا بني على باطل سيبطل كل ما يلي من خطوات. يبقى احنا دلوقتي قلنا الرياكشنز في الاكس زد بلين هيبقى عباره عن سي اكس بالقيمه دي وهذا الاتجاه، واو اكس بهذه القيمه وهذا الاتجاه وهذه الوحده. يبقى تعرفها بوحده واتجاه. نذهب الى المستوى الاخر اللي هو زد واي. افكرك، ادي الزد واي، ادي الزد، وادي الواي اللي هو كان مستوى الايه؟ الحائط، الوول. ماشي؟ الحائط اللي قدامي ده المركبات الكومبوننتس الراديال الاثنين في اتجاه نيجاتيف، وهما الاثنين في نفس الاتجاه. ف
فهم الاثنين في نفس الاتجاه والقيم بتاعتهم عرفنا حسبناها ازاي. ارجع للسلايد بتاعت الحسابات بتاعتهم. يبقى انا دلوقتي بنفس الطريقه سيجما المومنت حوالين الاو صفر، هتبقى سي واي نيجاتيف 1180، سي واي طبعا ضرب 1050، وتروح منها 1180 ضرب 750، وتروح منها 941 ضرب 400 تساوي صفر. اروح مطلع السي واي كومبو سي واي رياكشن، ونفس الحكايه الاو واي اطلع الاو واي رياكشن. قيمه وحده اتجاه، قيمه وحده اتجاه. اعمل الكلام ده وما استعجلش، اتاكد اعمل تشيك سيجنال فورس في اتجاه الواي طلعوا مظبوطين، انتقل الى المرحله التاليه الخص الكلام ده. يبقى انا جبت الرياكشن. يبقى ده كان الستيب الاولانيه. الستيب الثانيه اللي هي الماكسيمم بيندنج مومنت والتور، همر بيها بمراحل. هرسم البيندنج مومنت دايجرام في المستويين، هجيب الماكسيمم فاليو بتاعه البيندنج في كلا المستويين. اذا كانت عندي نفس النقطه زي الفل، ممتاز، مش هبذل مجهود اضافي. يبقى هقول يبقى النقطه دي هي النقطه اللي انا هصمم عندها العمود. اما اذا كان هناك اختلاف بين المستويين في قيم المومنت عند النقطه B والنقطه A، لا مش نفس النقطه قيمه المومنت الكبيره موجوده، يبقى هعمل طريقه السوبر بوزيشن. هنشوف الكلام ده بالارقام. يبقى بجيب الماكسيمم بيندنج مومنت فاليو عند كل مستوى، استخدم السوبر بوزيشن علشان اعرف المكان اللي عنده الماكسيمم مومنت او اللي هصمم عنده، احسب التورك اللي على الشافت وهو متساوي عند جميع النقاط، الخص قيمه الام اكس اللي هستخدمها في تصميم العمود بعد لما عرفت النقطه اللي هي عندها الماكسيمم، والام واي والتورك اللي هو لا داعي طبعا اللي احنا نحطه اكس واي، بس من باب ان انا ابقى مميز له ان هو موجود في المستوى اكس واي. لو بصيت كده التورك اللي هو بيلف كده يا جماعه، بيلف كده، لو بصيت ادي المستوى اكس واي اهو، لما ببص عليه بيقع في المستوى اكس واي. ماشي ماشي، تعالى بينا نشتغل. قبل ما ندخل في الشغل لازم نتفق على ساين كونفنشن، اتفاق للاشارات فيما يتعلق بالمومنت بيندنج مومنت والتورشنال مومنت. البيندنج مومنت لو كانت بتؤثر على الشافت في هذا الاتجاه هناخدها موجبه، واذا كان عكسه هناخدها سالبه. التورك اذا كان بيلف كاونتر كلوك وايز هناخده موجب. ده اتفاق، اتفاق لو هنعكسه هيطلع نفس النتائج بالمناسبه، هيطلع نفس النتائج بالمناسبه. طيب تعال بينا، احنا دلوقتي جبنا ردود الافعال، تعال نرسم العمود وعليه ردود الافعال في شكل قيم. في شكل ايه؟ في شكل قيم. ادي القيم بتاعتهم، طبعا كل الوحدات هنا عندي بالنيوتن والمسافات هنا بالملي متر، ولذلك لما احسب البيندنج مومنت عند النقطه دي هتساوي ايه؟ هتساوي 2644 نيوتن في 300. حسبتها من على اليمين. بيلف ازاي؟ بيلف كده. الكده ده اشارته ايه؟ اهو الكده ده اشارته سالبه نيجاتيف. طيب عايز تعرفها وانت شغال، اربطها بالالاستيك كيرف. يعني ايه الالاستيك كيرف؟ العمود ده بيحصل له انحناء، الانحناء بتاعه بيتوقع شكله عامل ازاي من اتجاه القوه الداخليه. يعني العمود ده هيحصل له باكلنج الاعلى كده نتيجه تاثير القوه دي، وبعدين هيحصل له ديفليكشن الى الاسفل كده. يبقى تتوقع ان اللي فوق ده البندنج بتاعه ايه؟ اشارته سالبه، والبندنج مومنت لما يبقى الى الاسفل تبقى اشارته موجبه. اتفقنا؟ يبقى انا عندي ادي 2644 بالساين كونفنشن البريفيوس سلايد ضرب 300 اداني الرقم ده بالنيوتن ملي متر. من على اليسار 226 بتلف كده، بتلف كده على فكره موجبه من على اليسار. تعال بص من على اليسار كده موجبه. يبقى انت بتروح تشوف الدوران بالنسبه للبندنج، من على اليمين تاخد الايه؟ الدوران وتقارن. طيب ده من على اليسار يبقى هيبقى موجبه 226 في 400 يديني هذا الرقم. يبقى انا جبت المومنت عند النقطه بي او عند الترس بي، والمومنت عند الترس ايه؟ قيم واشارات.
اكرر الكلام ده بالنسبه للمستوى زد واي، يبقى انا عندي دلوقتي 1702 بتلف في هذا الاتجاه. بص الديفليكشن هيبقى تحت، يبقى كل ده موجب. الديفليكشن تحت كل ده موجب، يبقى 1702 في 300 اداني الرقم ده، 1120 في 400 اداني الرقم ده. يبقى انا عندي هنا في رقم عند بي وفي رقم عند بي. في المستوى بتاع زد اكس كان الرقم اللي عند بي از ابسولوت فاليو، كقيمة مطلقة بدون إشارات، هو الأكبر من البندنج عند الاي، وكذلك حدث أن كان عند البي أكبر من عند الاي. يبقى أنا مش محتاج أعمل سوبر بوزيشن، خلاص يبقى الخطورة تكمن عند الترس بي، الخطورة تكمن عند الترس بي، وآخد الام اكس بالقيمة 793200 نيوتن مليمتر أو 793.2 نيوتن متر بإشارة سالبة، وآخد المومنت عند البي اللي هو سميه ام واي، اللي فات اسمه ام اكس، اللي ده سميه ام واي، هيبقى 510.6 نيوتن متر عند النقطة بي. طب عشان أتأكد أعمل السوبر بوزيشن، يعني إيه السوبر بوزيشن؟ يعني آخد تربيع القيمة دي زائد تربيع القيمة السابقة في المستوى السابق عند ذات النقطة، احطهم تحت الجذر واحسب القيمه، واعمل نفس الكلام تربيع هذه القيمه زائد تربيع هذه القيمه تحت الجذر التربيعي، هطلع هطلع برقم، هيطلع لي رقمين. ده الرقم اللي عند الجير بي او النقطه بي، وده الرقم بتاع المومنت سوبر بوزيشن عند النقطه اي. اقارن بينهم بقى رقمين ما لهمش اشارات ولا حاجه، الكبير هو اللي بيقول لي ان الماكسيمم مومنت عند النقطه الفلانية. فطبعا الماكسيمم عند الجير بي يبقى at gear او at point B. طيب انا عرفت دلوقتي ان المومنت هيتحسب عند بي، اروح مسجل بقى ام بي اكس وام بي واي، ام بي اكس وام بي واي. ام بي اكس اللي هي 793.2 زي ما قلت لك بجارة سالبة، تعالى افكرك بيها اهي تاني، اهي 793.2 هي دي بإشارة سالبة، والتانية اللي في المستوى Y اهي اللي هي 510.6 اهي كتبناهم. طب بالنسبة للتورك، تذكر ان احنا حسبنا التورك على العمود، ها في السلايد الخامسة حسبنا التورك اللي هو كان التانجنت كومبوننت في الراديوس، تانجنت كومبوننت بتاعت الترس الصغير اللي هو B في الراديوس، فطلعت بهذا الرقم. ده رقم previously calculated، اتحسب قبل كده، ولو عايز اعمله بالنيوتن متر زي ما انت شايف، وعلشان هو كاونتر كلوك وايز زي ما اتفقنا بالكونفنشن ساين، هاخده ايه؟ هاخده باشاره موجبه. تمام؟ اوكي. طيب انا عملت ليه بقى الام بي اكس ام بي واي؟ يبقى كان عندي مومنت اكس، مومنت واي، وتي وتورك اكس واي. ده اللي انا هجيب بقى منه سيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي. ده اللي انا هجيب منه سيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي. السلايد دي بتقول لك احنا داخلين على الخطوه الثالثه اللي بجيب فيها البرنسبل ستريسز والماكسيمم شير ستريس، بجيب سيجما 1 وسيجما 2 وتاو ماكسيمم. العلاقات الرياضيه اللي انا حاططها لك في المحاضره الماضيه، اوعى تنسى ان دي فيها تربيع، ها؟ علشان انا متذكر المحاضره الماضيه لما جيت عوضت عن سيجما 1 اغفلت، لاني كررت هذا الجذر فاغفلت، كررته هنا فاغفلت التربيع ده. لا انت هنا بقى تحسبها باختصار الوقت، تحسب تاو ماكسيمم الاول، ادي المعادله بتاعه تاو ماكسيمم، وبعدين تحسب سيجما واحد بانك تحسب سيجما افريج وتجمعها على التاو ماكسيمم اللي انت حسبتها، وسيجما 2 سيجما افريج وتطرحها من تاو ماكسيمم اللي انت حسبتها. ده البرنسبل ستريسز ايكويشن. بس عشان اعوض عن سيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي لازم اجيبهم. انا اللي عندي التورك والمومنت، انا عندي الام اكس ماكسيمم والام واي ماكسيمم. انا بدات اختصر بدل ما اقول ام بي بتاعت اكس او ام اكس عند بي، خلاص بقى انا سميتها ام اكس دلوقتي. انا عارف ان انا شغال عند القطاع ات جير بي بوزيشن بي. طيب سيجما اكس بتساوي ايه؟
سيجما اكس بتساوي الام ماكسيمم، ده معادله عامه، الام ماكسيمم على السكشنال مودولس زد، او بتساوي ام في واي على الاي، خدناها قبل كده واحنا بنعمل الديزاين بتاع البيم. لما يبقى عندي القطاع دائري يبقى السكشنال مودولس بيساوي باي دي تكعيب على 32. واضحه؟ باي دي تكعيب على 32. هذه العلاقات علاقات ثابته لا تتغير للقطاعات الدائريه المصمطه. القوانين دي قوانين ثابته لا تتغير. طيب الفرق هنا في التاو ايه؟ ان التاو بيساوي التورك في الار على الجي، الجي بيساوي الاي اكس زائد الاي واي، الاي اكس بتساوي باي دي اس 4 على 64. لما اجمعها على نفسها، لان الاي اكس بتاعت الدايره هي نفسها الاي واي، تبقى الجي بتساوي باي دي اس 4 على 32. لما اقسمها على دي على 2 تديني 16 على باي دي تكعيب. ماشي؟ طيب دي قوانين زي ما قلت لك، اللي عايز يرجع يعرف جت منين يقدر يعرف، واللي ما المفروض الاكزام اوبن بوك اكزام، ودي علاقات ثابته. طب ننتقل الى العلاقه اللي بعد كده. يبقى انا هعوض، انا كل اللي هعمله هاخد القيمه دي واعوض بيها هنا، بس انا هنا هعمل هرجع تاني وارجع النيوتن متر لنيوتن ملي متر. ليه هعمل الحكايه دي؟ ليه هرجع النيوتن لنيوتن ملي متر؟ عشان لما اعوض هنا عن الديامتر بالملي متر احصل على قيمه الاسترس ده بالميجا باسكال، احصل عليه بالميجا باسكال، احصل عليه بالميجا باسكال. اوكي تمام، احصل عليه بالميجا باسكال. طيب يبقى انا هنا حسبة دي حسبة تقليدية عادية بالمعادلات اهي. يبقى انا كده هحسب عوض عن قيمة الام اكس، قيمة الام واي، قيمة التاو اكس واي، التورك اكس واي، وهحصل على القيم اللي قدامك باشارتها. ممتاز ممتاز. بعد كده مطلوب مني اعمل ايه؟ ارجع مره ثانيه في العلاقات بتاعه تاو ماكسيمم وسيجما 1 وسيجما 2، واعوض عنها بقيمه سيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي. طيب شكلها مكلكعه، لا انا عشان كده بسطتها. انسى ال 10 اس 6 على دي تكعيب دي، وتعامل مع هذا الرقم باشارته. وبعد لما تطلع قيمة السيجما واحد أو التاو ماكسيموم، رجع تاني العشرة أو الستة على دي تكعيب. يبقى هتحصل على تاو ماكسيموم بتساوي، لما تحسبها تطلع الرقم ده، تنزل تاني العشرة أو الستة ودي تكعيب، والسيجما واحد تنزل وادي إشارتها، والسيجما اتنين تنزل وادي إشارتها. بعد لما حسبت الكلام ده هندخل على خطوة لغاية كده يا جماعة، ده اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، وده اللي نازل لك في الدريل، ده نهاية الحل بتاع الدريل اللي نازل لك. مطلوب منك تحط الفورم التاو ماكسيموم والسيجما 1 والسيجما 2 في هذه الصورة. الأرقام عندك دول هيختلفوا جدا، الأرقام دي هتتغير من طالب إلى آخر. طيب الخطوة الرابعة والأخيرة، عايز أوصل إلى حساب الديامتر بتاع الشافت هجيبه إزاي؟ فقال لك خد بالك، أنا عندي نظريات انهيار استاتيكية. في الحقيقة هي ما هيش نظريات، هي في الحقيقة افتراضيات، static failure hypothesis، ولكنها من كتر ما أثبتت كفاءتها بقت نظريات. يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك في الحقيقة ما فيش نظرية تتوقع الانهيار وتتفرد بتوقع الانهيار. There is no universal theory of failure for the general case of material properties and stress state. لا توجد أبدا نظرية تتوقع الانهيار وتنفرد، ولكن over the years several hypotheses have been formulated and tested. ظهرت افتراضيات تم اختبارها واثبتت كفاءتها فاعتمدت واستبدلت بلفظ ايه؟ ثيوريز. علشان كده هنيجي نقول بقى، هنناقش نظريات الانهيار الاستاتيكيه، ولكن فيما يتعلق بالمواد المطيليه، only for ductile or ductile materials.
you can pronounce it as ductile or ductile. الاثنين accepted. يبقى أنا دلوقتي بقول المواد المطيلية هتبنى نظريتي انهيار. نظرية بيطلق عليها الماكسيموم شير ستريس، ونظرية بيطلق عليها الديستورشن انرجي. تعال نتعرف على النظريتين. الماكسيموم شير ستريس ثيوري ايضا بتعرف بتريسكا، ده موجود في صفحة 219 في المرجع. طيب بتنص على ايه هذه النظريه؟ بتقول لك هات لي سيجما 1 وسيجما 2 as an absolute value. انسى الاشاره، بعد ما تجيبها باشارتها الغي الاشاره، واحسب لي كمان سيجما 1 ناقص سيجما 2 مع الغاء الاشاره بعد عمليه الطرح. اوكي، يعني لو كانت اشاره سيجما 1 سالبه هيديني هنا كاني بجمع الاثنين، لو كانت اشاره سيجما 2 سالبة أيضا كأني بجمع الاثنين، يعني عند اختلاف الإشارة كأني بجمع سيجما 1 وسيجما 2 لأني بجيب الأبسوليوت إيه؟ فاليو. طيب بعد ما تجيب الليفت هاند سايد ده هات لي الماكسيموم بتاع الثلاث احتمالات دول وساويهم باليلد سترينث على الديزاين فاكتور، زي ما كنا بنعمل في الديزاين أوف بيم بالظبط بالنسبة للرايت هاند سايد. يبقى لما تحسب سيجما 1 ناقص سيجما 2 ابسوليوت فاليو هيطلع لك الحسبه دي، هتسويها بالرايت هاند سايد. تعال بينا نفترض ان انا هستخدم مايلد ستيل اي اي اس اي 10 20 كولد درون بيديني 390 ميجا باسكال اليلد بتاعه، وديزاين فاكتور هفترضه بثلاثه. طبعا انت في الاختبار او في ما يتعلق بالمعامله الموحدة بين الطلاب يجب أن يعطى لك هذا الرقم علشان مش تحط أرقام على مزاجك وتطلع نتائج أنا ما أقدرش أعملها بريدكشن. فأنا دلوقتي بدي لك الأرقام دي في أي مسألة هديها لك في مستوى الستيب نمبر 4، هدي لك الأرقام وغالبا هثبت لك الأرقام، وبالتالي الرايت هاند سايد هيبقى ب 130 لما نقسم 390 على الثلاثة. لما تحط 390 على الثلاثة في رايت هاند سايد والليفت هاند سايد كل اللي مجهول فيه دي تكعيب، هيطلع لك الديامتر بيساوي 49.27 ملي متر بيزد اون تريسكا. تروح على فون ميسز، فون ميسز اللي هي الديستورشن انرجي ايضا اسمها فون ميسز وليها مسميات اخرى، ولكن الاشهر هو الفون ميسز، وموجود الكلام ده في صفحه 223 في المرجع بتاعنا بتاع شيبلي. بتقول لك ايه الفون ميسز؟ بتقول لك خد لي سيجما 1 تربيع ناقص سيجما 1 في سيجما 2 باشارته زائد سيجما 2 الكل تربيع تحت الجاز وسويهم لي بالرايت هاند سايد اللي هو 130 ميجا باسكال اللي احنا عارفينه ما تغيرش. فلما انت عندك سيجما 1 اهي وسيجما 2 اهي، عوض هنا عن هذه القيمه هيطلع لي الليفت هاند سايد له قيمه، عوض عوض واشتغل، هتطلع قيمه الديامتر اللي فون ميسز ب 46.96 ملي متر. يبقى احنا دلوقتي ده تريسكا طلعها 49.3 فون ميسز طلعها 47 تقريبا، يبقى تريسكا مطلع الديامتر اكبر. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان نظريه تريسكا بتاخذ جانب الحيطه، يعني بيقول لي لا خد بالك لو اقل من 49.3 من وجهه نظري هيتكسر العمود، انما فون ميسز قال لك لا هيتكسر لو كان اقل من 47. يعني يا فون ميسز لو 47.5 ماشي معاك، قال لك ماشي. طب يا تريسكا، قال لك لا ما يمشيش معايا. يبقى معنى كده تريسكا ايه؟ تريسكا از مور كونسرفاتيف ذان فون ميسز. قبل كده انا دلوقتي الاعمده دي بالكسور، لما اجي اعتمد ستاندرد اعتمده في مضاعفات الرقم الخمسه، يبقى الرقم الكبير اقربه لاقرب رقم من مضاعفات الخمسه، يبقى 49 وشويه هتبقى 50. يبقى ده الايه؟ الستاندرد مينيمم شافت دايمتر خدته بناء على المقارنه بين النظريتين، واللي لقيته اكبر اعتمدته، وبعدين عملت له ايه؟ عملت له كوركشن للاعلى قيمه. ماشي؟ راوند اب للخمسين. طيب تعال بينا ناخد حتة نظرية نختم بيها محاضرة اليوم، وهي في غاية من الأهمية علشان تفتح تفكيرك وتخليك عندك استيعاب.
ايه اللي يخليني اعرف ان فورنيسز اقل امان من تريسكا؟ قال لك تعالى هعمل لك حسبة لطيفة جدا. تعالى بينا نفترض، فاكر العمود اللي اتكسر على البيور تورشن في المحاضرة اللي فاتت وجبنا هيبلر وفرجتك على الصورة بتاعته؟ قال لك خد بقى عندك العمود ده، وافترض ان انت عندك تاو فقط وما عندكش سيجما اكس وسيجما واي، وعوض لي وهات لي سيجما واحد وسيجما اتنين. يبقى لما اعوض واجيب سيجما واحد وسيجما اتنين هتطلع لي سيجما واحد وسيجما اتنين بتاو ماكس، وهتطلع قيمة التاو ماكس ايضا بقيمة التاو، يعني التاو هتطلع تاو ماكس. يبقى دلوقتي لما اجي اعوض في تريسكا هلاقي سيجما واحد لحالها مقارنتها بسيجما اتنين، لما قارنهم بين سيجما واحد ناقص سيجما اتنين ابسوليوت هتكسب سيجما واحد ناقص سيجما اتنين وهتطلع اتنين تاو ماكس. اساويها بسيجما يلد على الديزاين فاكتور علشان ما انتهش خلي الديزاين فاكتور بواحد، يبقى اتنين تاو ماكسيمم بتساوي سيجما يلد، او تاو ماكسيمم بتساوي سيجما يلد على اتنين، او تاو ماكسيمم بتساوي نص السيجما يلد. يعني ايه؟ يعني تريسكا بيقول لك اوعى تتجاوز النص بتاع قيمة اليلد سترينث المادة الهندسية، لو تجاوزته ستنهار المادة الهندسية. فورنيسز قال لك ايه؟ قال لك عوض لي عن سيجما واحد تربيع ناقص سيجما واحد سيجما اتنين زائد سيجما اتنين تربيع، عوض طلعت بجذر تلاتة تاو ماكسيموم بتساوي ايه في اليمين؟ تساوي سيجما يلد، ما احنا ما عندناش ديزاين فاكتور خدناه واحد، يبقى هتساوي سيجما يلد على الجذر التالت، يبقى التاو ماكسيموم هتساوي ايه؟ 0.577 سيجما يلد. يعني فورنيسز بيقول لك انا معاك لغايه قيمه اكبر من قيمه الايه؟ النص سيجما يلد. يبقى تريسكا خلى سقفك للتاو ماكسيموم لا يتجاوز نص سيجما يلد، لكن ده تريسكا. اما فورنيسز قال لك لا لغايه كذا. الرسمه دي بتوضح الفرق بين فورنيسز وتريسكا. تريسكا هي الخطوط المنقطه وفورنيسز هي الاليبس. الخط ده بيمثل الخط ال 45 درجة اللي هي الحالة اللي احنا شايفينها دي. الفرق بين تريسكا وفورنيسز هي الحتة دي ال 15%. هي الحتة دي ال 15%. وبكده بننهي محاضرتنا، ونتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، وباذن الله تعالى نلتقي في محاضرات قادمة. ارجو ان انتم تروحوا على طول بعد ما تسمعوا المحاضرة تحطها جنبك وتحل الدريل مباشرة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.